العون يا أهل اللاذقية يا أدباء اللاذقية وعلماءها وشعراءها، فرح الذات باللاذقية، فرح الذات باللاذقية. هلا ليش واحد بيكتر شعر الحب عند الناس؟ لأن المحب يثق بمن يحب، ولذلك بيرسل نفسه على هوية على سجيتها فيكتب شعر حب. وفرح الذات باللاذقية يوسع آفاق ندوة العلاقات الثقافية، يرينا قلب البحر رحبا، يرينا سقف الثريا مضاء بالإيمان، كأنما نتلقى بشائر الحديث النبوي الشريف: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قوم سلمان الفارسي، أو لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله. هذا الحديث في أخبار سورة الجمعة التي تعتبر الأميين في مكة وقوم سلمان في وحدة ثقافية، عشان خاطر رئيس اتحادنا تعتبر. إذن هذا الحديث في أخبار سورة الجمعة التي تعتبر الأميين في مكة وقوم سلمان في وحدة تكليف ووحدة غاية، ونجدها في الجزء السابع من صحيح مسلم بعنوان فضل فارس. ماذا يفاجئ من لهم مثل هذا التوحد؟ شو في مفاجأة؟ محمد خبرنا: سلام الله على محمد وآل محمد وصحب محمد وأحباب محمد. المفاجأة يعرفها الملهمون الذين يرون أنوار نفوسهم المستعدة على المرآة المصقولة، والذين يقرؤون غزلي حافظ شيرازي 131. يا الله، لازم تدوروا على 131 ماذا تعني؟ فتشوا أهل اللاذقية دوروا لي على شو يعني 131. إذن والذين يقرؤون غزلي حافظ شيرازي 131 132 يخبرهم فرح ذاته بالمفاجأة. كان خبازا رفضته معشوقته شاخ نبات، لم يطاوعه الشعر، فذهب إلى جوار ضريح باب كوهي قريبا من شيراز، وقرر العزلة والاعتكاف 40 يوما. لكنه رأى المفاجأة في تاج العزلة، يعني في آخرها، فقد زاره هنالك الإمام علي عليه السلام وعليكم السلام، وأطعمه طعاما سماويا، ولقنه ما ذكره في الغزل 132 كما نرجع له. بس من هالحكي: ناولوني ناولوني، والله بدي اشوف، ناولوني ماء الحياة، ناولوني ماء الحياة. تمام، مثل ما فهمت، ناولوني ماء الحياة وسط هذه الظلمات، ناولوني ماء الحياة وسط هذه الظلمات. يا لها من ليلة قدر منحوني فيها البراءة الجديدة. بعد تلك المفاجأة صار الشيرازي لسان الغيب، وصار مفاجئا من يقرؤون شعره ويسألونه عن قضاياه. والرئيس الإيراني الجديد السيد محمد الخاتمي سمى كتابه بكلمتين من خامس أبيات قصيدة حافظ الأولى، والبيت في ترجمتنا الشعرية له، هذا ترجمة سابقة، لأنه السيد خاتمي وضع له 3 ترجمات والمترجم المصري وضع له 3 ترجمات، باللاذقية لازم يكون في ترجمة خاصة باللاذقية، فوضعت له هذا الشكل، اضبط لي عليه: بمواجة الأعماق والليل هائل نعاني، فهل يدري بذلك ساحل؟ يعني واحد عم بيصارع الموج في أعماق البحر ويخوض غمار تلك التيارات والدوامات، كيف يفهم عليه من يشرب شاي على شاطئ اللاذقية ويسمع فيروز مثلا؟ صعب كثير.
لذلك يقول ويل للشجي من الخليل. ونصه بالفارسية كما قرأه لي السيد حسين ميرزائي له قراءات: شب تاريكو بيم موجو جردابي شنين هايل كجادانا بحال ما سبق باران ساحلها. المعنى صار مفهوم. الكلمتان الثالثة والرابعة جذبتا السيد خاتمي بيم موجو. وعم يقول بكف هيكل للدار إذا قلنا في الجاه هيك الوضع الإيراني كمشهد ثقافي له مخاوف وله آمال. بما موج والترجمة في اللجة المشهد الثقافي في إيران مخاوف وآمال، هذه التذكرة خلاصة علاقات ثقافية، لأن يعني توجيه حافظ الشيرازي الروحي وتقدير السيد الخاتمي لشعره من مشاهد الصلة، ويبقى الوجه الأطرف بما يجادلني من المفاجأة هون بدها تكون المفاجأة. بختصر، وشو رأيكم نختصر هون خلاص؟ ويبقى الوجه الأطرف لما يجاذبني من المفاجأة، وهو كيف قرأ لجنة تنسيق المؤلفات العالمية مشاهد الشيخ الأختري بتاريخ 15 شعبان 1401 الموافق 17/6/1981، صدر المرسوم الجمهوري رقم 499 عن حافظ سوريا الرئيس الأسد. وبناء على ذلك المرسوم مددت مهمة بحثي في باريس، وأثناء ذلك أسس الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية، طبعا وفق القانون الفرنسي، لكن بعذري أنني أحمل مرسوما جمهوريا للإقامة هناك. وشهر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 27/11/1981. في ميثاق الاتحاد موجبات إحداث 3 دوائر اعتبارية لدكتوراه المؤلفين: دائرة الجامعات الرسمية ودائرة الجامعات الخاصة. يعني جامعات فرنسا مثلا جامعات رسمية بيقولوا دكتوراه ديتا، جامعات أمريكا مثل جامعة واشنطن الأمريكية جامعات خاصة. في واحد اسمه محمد الفارسي، سعودي الأصل بس اسمه محمد الفارسي، تبرع لنا ب$3 ملايين لإنشاء كرسي السلام والإسلام في جامعة خاصة بأمريكا اسمها جامعة واشنطن الأمريكية، وهي جامعة خاصة، لكن كرسي واحد من كراسيها هو كرسي السلام والإسلام من قبل محمد الفارسي. إذن دائرة الجامعات الرسمية، دائرة الجامعات الخاصة، ودائرة الإبداع ذي المفاجآت. فرح الذات باللاذقية يجتذب العالمية، وعلى هذا المستوى تجيء مفاجأة كرم حسينية لتعلن تقدير أعمال محمد حسن أختري المعرفية مستحقة لقب دكتوراه الإبداع في توظيف السياسة بالقطر.